راجل، وعلى فكرة هو المفروض لاعب قديم وعالمي ودولي، المفروض ما يتم يعني انت وجوه الماتش اللعيبة بتستفز بعض بشتايم وضرب وحركات بالإيد وتلامسات، كل ده بيحصل في كل الماتشات علشان اللاعب يخرج عن مشاعره، عشان اللاعب يتم استفزازه. فانت كراجل لعيب قديم، لعيب منتخب، لعيب كنت بتلعب بره، كل الكلام ده لا يجب ان يتم استفزازه. طبعا اصله قال لي كذا، اصله عمل لي كذا، وارد ما هو عايز يطلع، ما ده كله في الكوره عادي جد. فطبعا جينا تاني بقى شيكابالا كتب ساكسونيا ومش عارف مين الزملكاويه ودخلنا المساله سهله جدا. انا احنا عندنا هنا في مصر ساعات بنعقد الحاجات، يعني ايه محدش يتكلم، محدش يقول حاجه بقى، ما خلاص بقى احنا عاقبناه، مش عايزين دوشه. يعني مش عايزين دوشه؟ الطريقه دي ما تنفعش، الطريقه دي ما تنفعش. في حاجه اسمها الراجل غلط يتعاقب وخلاص. ما تجيش تقول لي بقى من 5 سنين فلان كان عمل كذا، فاكر لما الشناوي، فاكر لما محمد هاني، فاكر لما باهر المحمدي، فاكر لما شيكابالا، فاكر لما امام عاشور تعدى على الرموز. انا فاكر لما امام عاشور تعدى على الرموز كانت النتيجه هي دلوقتي. اهدوا كده وصلوا على النبي وخلاص وقع. هل احنا كنا ننبسط انه يتم الترمخه على هذا الامر؟ لا طبعا، لا الاهلي هينبسط، ده الاهلي اول من عاقب. هل كنا ننبسط اما نقول له ايه؟ ما هو اصله قبل كده ما عملوش فده كمان ما نعملوش، او اصله ده بعد الماتش. تعرفين في حوادث كده دايما يقول لك ايه؟ اصل ده بعد الماتش، ما كانش في الماتش، الحكم ما شافش، مش موجود في التقرير بتاع الحكم، احنا ما شفناش. وطبعا اللاعب بتاع بيراميدز راسه ألف سيف انه يجي وياخذ حقه قانونا. انتقلنا بقى انه هنعمل لبعض محاضر على ماتشات كوره. ايه اللي بيجرى ده؟ ما تحطوا الحاجه في سياقها، غلط اتعاقب، الاهلي عاقبه، الانديه الرابطه عاقبته، كل سنه وانتم طيبين، اقلب الصفحه وخلاص. الزملكاويه ليهم راي انه والله لا هو ما كانش ياخد ماتشين ياخد 4، جايز تقدير. بيراميدز بقى يقدم، بيراميدز يروح يقول الناس دي غلطت فيا وانا بطعن في القرار ده، ده لازم يتعاقب اكتر من كده. هو صاحب المصلحه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بتقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الاستاذ عمرو اديب بيعلق على الامور اللي بتاخد اكبر من حجمها الطبيعي. عمرو اديب بيقول لك احنا بنلعب كوره قدم ليس الا، ما ينفعش ان احنا نوصل الامور الى محاكم وقواضي وقضيه حسين الشحات ولحظه الحكم على الشيبي لاعب بيراميدز. بيقول لك الامور يعني مش معقوله ان احنا بقينا فاضيين للدرجه دي، ما ينفعش ان هي مجرد كره قدم مباراه 90 دقيقه، ما ينفعش ان انت تتكلم بعد 90 دقيقه في امور تخص المباراه بشكل قانوني. قانوني ده يعني قانون اللعبه، ما ينفعش انك تدخل الامور في ان انا بطلب الحبس او بطلب الاجراءات القانونيه ضد اللعبة. هي مباراة كرة القدم، وعمرو أديب شرحها، شكله لعب كرة ولا إيه عمرو أديب؟ قال لك الشد والكذب والألفاظ والتلامس والمشدات، يقول لك إيه شدة شغل، شدة ملعب، شدة وارد إن إحنا وإحنا بنعمل حلقة نختلف، بس بعد الحلقة انتهينا، وارد إن إحنا نعمل وإحنا في الماتش نختلف مع بعضينا، لكن بعد الماتش نقطة ومن أول السطر وكل حاجة بيبقى اسمها شدة ملعب، شدة شغل، لكن ما ينفعش إن أنت تدي الأمور أكبر من حجمها. وفعلا زي ما قال عمرو أديب النادي الأهلي عاقب واتحاد الكورة عاقب. أنا أفترض إن العقابة مش من وجهة نظر بيراميدز إن هي العقابة الله إيقا، يعني هو بالراجل ده مثلا إيه زي ماتشين وأنا عايز تاخد 10 ماتش، فأنا بقدم التماس وبقدم وبمشي قانوني، واللي يخلص لك القصة دي كلها هو تنفيذ القانون. يعني إيه تنفيذ القانون؟ ما هو اتحاد الكورة هو اللي بيخلي بيراميدز يتكلم،
واتحاد الكورة أو لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات أو لجنة التظلمات أو أي لجنة تحت بند كرة القدم هو اللي بيخلي اللي قدامك يتكلم. يعني إيه اللي بيخلي اللي قدامك يتكلم؟ يعني أنت راجل دلوقتي العقوبة على قد الحدث، ولا هتخلي يعني أنت بتخرس الألسنة، بتخرس الألسنة إنك بتنفذ القانون، لكن لما يكون في لعيب مثلا تلفظ أو سب أو شتم أو مد إيده أو أو وتيجي تقول لي مثلا على سبيل المثال 5 متوشو، ويجي فعل تاني أقل منه تقول لي 8 متوشو، ويجي فعل تاني قوي جدا تقول لي 2 ماتشين. فأنت اللي بتثير الجدل، السوشيال ميديا بعلت الناس، كل واحد يقول رأيه، كل واحد يقول قراره. فأنت عشان تتفادى الكلام ده كله اللي هو سبحان الله امشي عدل يحتار عدوك فيه، نرجع للمثل الأولاني اللي أنت طول ما أنت بتطبق القانون صح مفيش حد هيجي ولا هيجي لك على سكة ولا هيغلطك ولا هيقول لك ولا هيعد لك. حتى أنت يعني لو في منتقدين، لأن طبيعي إن محدش بيعجب الناس كلها ولله مثلا الأعلى، يبقى أنت حتى بتتكلم في انتقادات 10% 5%، تمام. لكن أنت ما يعملش فعش أن أنت تضرب الموضوع بعرض الحائط والسوشيال ميديا كلها تتكلم وأنت مش في دماغك، والأمور بالنسبة لك عادي جدا، المركب كده كده ماشية وكل حاجة، وأنت بتعمل اللي أنت عايزه. فهي نقطة من أول السطر، مباراة كرة قدم هي مش عايزين يديها أكبر من حجم أن هي مباراة كرة القدم، مباراة في 90، مباراة صرح لنا وقال لنا عمرو أديب وفصص لنا كل حاجة بالظبط. وزي ما قلت لك في أول حلقة شكله كان لعيب كرة زملكاوي، ما فيش حد بيشجع الزمالك إلا لما يكون عنده لمحة فنية وباصص وشارف وعارف. وده كان تعليق عمرو أديب معنا في حلقتنا النهاردة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ودايما كل جديد على أودع خواجة حبيبي يا خواجة.